أهلا بحضراتكم. واجهتنا دلوقتي عن ملفات قطاع التجارة الداخلية، وخصوصا الإجراءات اللي بتتخذها وزارة التموين لمواجهة الغلاء والسعي للسيطرة على الانفلات اللي بيكون غير مبرر، يعني في عدد أو في عدد من السلع وأسعارها والمنتجات أيضا. اسمحوا لي رحب بضيفي المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك، وهستنى كمان مشاركات حضراتكم من خلال صفحة المواجهة على الفيسبوك. أنا عايزة أبدأ مع حضرتك بالأوكازيون الشتوي، هو بدأ يوم 14 يناير ومستمر قد إيه إن شاء الله؟ هو مستمر لمدة شهر إن شاء الله، وعادة يعني لو جانا طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية بأنه نمده بناء على طلب التجار، ما بيبقاش عندنا مشكلة إن إحنا ممكن نمده أكتر من كده. طيب، شروط انضمام المحلات للأوكازيون ده إيه يا فندم؟ هو طبعا الشرط الرئيسي ان هو يكون من القطاع الرسمي، يعني يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وده رقم واحد. رقم اتنين، لما بيتقدم للحصول على تصريح بإقامة الأوكازيون بيقدم معاه ما يثبت نسبة الخصم اللي هو بيعرضها، ما تبقاش لا هي نسبة مبالغ فيها وهمية فبنرجع للفواتير القديمة أو للنظام بتاعه، ولا في نفس الوقت برضو ان نحس ان فيها أي شبهة انه ممكن يكون بيستخدم بينزل بضاعة مثلا مش مطابقة أو ملهاش فواتير أو ملهاش أوراق تثبت منشأها، بحيث أن بعض الأحيان يعني في ناس بتستغل فرصة الأوكازيون أنه هو ممكن يسرب بضاعة ما تكونش مناسبة للاستخدام يعني، فطبعا ده بنوقفه على طول. وهل في إقبال من المحلات على المشاركة يا باشمهندس أيمن في الأوكازيون ولا لأ؟ وهل نقدر نقول في مثلا أرقام أو أعداد معينة عند حضرتك؟ طبعا احنا النهاردة أهو كده خامس يوم فعلي أو سادس يوم، شارك حوالي 1800 محل، يعني بدقة هم 1798، يعني 1800 محل. نتوقع أنهم ممكن بيوصلوا ل 4000 تقريبا في نهاية الشهر. أعتقد طبعا دي نسبة مشاركة جيدة، يعني تعتبر النسبة جيدة. جيدة جدا. يعني أماكن المحلات المشاركة فين؟ هل هو فقط في العاصمة في القاهرة الكبرى ولا هو فين؟ لا، على مستوى جميع المحافظات، على مستوى الجمهورية، على مستوى جميع المحافظات. ففي النهاية بيوصلوا ل 4000 وشوية، يعني في المتوسط 4000. طيب، هل يعني المحلات الملتزمة أو اللي هتشارك في الأوكازيون هي ملتزمة بأن هي تكتب الأسعار قبل كانت ايه وبعد هتبقى ايه ولا ده شرط؟ ده شرط من شروط الأوكازيون، لازم يتكتب على لازم يتكتب قبل وبعد، سواء بأنه بيشطب على السعر القديم ويحط السعر الجديد، ده شرط من شروط الأوكازيون، أو أنه بيحط ما يثبت السعر القديم والجديد. لابد أن المواطن يبقى عارف السعرين، سعر قبل الخصم وسعر الخصم. أنا عايز أعرف إزاي بتتحققوا بقى أن السعر اللي بيضعه أو اللي بيعلن عنه هذا المحل أو يعني البائع أو كده، أنه ده سعر حقيقي، مش أنه هو مبالغ في السعر اللي هو بيقول أنه أصلي، بحيث أنه يبقى في النهاية الأوكازيون وهمي ومفيش أوكازيون ولا حاجة. دي مهمة الرقابة في المقام الأول. هو بينزل الرقيب، بينزل يبتدي يشوف أول حاجة زي ما احنا قلنا، أول حاجة هو معاه تصريح إقامة الأوكازيون ولا لا، لأن زي ما قلنا التصريح ده هو بيضمن أنه هو تقدم بكل المستندات الدالة على أنه بيعمل أوكازيون حقيقي. تاني حاجة بيشوف ظاهريا هل السعر مشطوب عليه أو السعر القديم والجديد موجودين ولا لا، يبقى كده احنا بنتكلم في أنه مبدئيا تاني شرط من شروط الأوكازيون اتوفر. تالت حاجة أنه بيبص على الشهادات والفواتير بتاعة المنتجات نفسها عشان يتأكد أن دي منتجات من اللي هي كانت جوه المحل ولها مستند يدل عليها. رابع حاجة بياخد عينة من الفواتير بتاعة المنتجات، يعني بياخد عينة من المنتجات ويطلب منه فواتير سابقة شهر سابق، ويقارن السعر ده بالسعر ده، أو بيخش على السيستم زي أغلب المحلات دلوقتي بيكون في سيستم موجود عندهم بيحط السعر قبل والسعر بعد ونسبة الخصم قد إيه بالظبط، وبيطلع عليها المفتش. لو لقى طبعا أي حاجة خلاف كده فبيبتدي بقى يحرر له الحقيقة سلسلة من المخالفات، أولهم بتكون الأوكازيون الوهمي إذا كان الأوكازيون الوهمي، عدم وجود مستندات دالة على المنتج، غش تجاري يعني. لا مش عايزين. طب والمخالف ده بيتم التعامل معاه بقى إزاي؟ إيه اللي بيحصل بالنسبة له؟ بيحرر ليه مخالفة حسب زي ما قلت لحضرتك، إذا كانت يعني أوكازيون وهمي، إذا كان ما كانش فيه فعلا، يعني في بعض الناس بتستغل طبعا الأحداث دي إن هو بيحط أسعار قبل وبعد مخالفة للواقع، فده بيبقى اسمه أوكازيون وهمي، وده له مخالفة وليها محضر، في عقوبة، فيها سجن وفيها غرامة وفيها مصادرة للسلعة دي، ممكن تصل كمان للسجن. طبعا. طبعا
ولو في المنتج ده مجهول المصدر، اصبح النهارده بيبقى عندي مشكله مجهول المصدر، ان هي مشكله يعني قانون 182. ثالث حاجه، لو في خداع للمستهلك يبقى كده دخل في غش. ايه هي التركيبه؟ الحقيقه ما نتمناش اي تاجر يعني يبقى مضطر يبقى في مواجهه القانون في النقطه دي. ممتاز. طيب خلينا النهارده، كاميرا المواجهه كانت موجوده في منطقه وسط البلد وصورت مع المواطنين اللي موجودين هناك اللي رايحين كمان علشان الاوكازيون الشتوي، فخلينا نشوف يعني اراء المواطنين ايه وهم تجربتهم بتقول ايه ونرجع نكمل مع حضرتك لو سمحتي. خلينا نشوف. اوكازيون كلمة تجذب جميع المواطنين لشراء كل ما يلزمهم، وقد أصبح فرصة حقيقية بعد إصدار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بشأن بدء فترة التصفية الأولى الأوكازيون الشتوي لعام 2019. ويستمر هذا الأوكازيون خلال الفترة من 14 من يناير ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعا. طبعا ليه فايدة كبيرة، يعني لو ما كانش ليه فايدة كبيرة كناش دخلنا الاوكازيون. اول حاجه ان انت بتنزلي اسعار كويس قوي للزبون، وفي زبون دايما عندنا هنا اهو، فبالنسبه البضاعه اللي نازله بتعمل خصم كويس يعني للزبون، فبيجي بقى بيجوا من المحافظات وجميع انحاء مصر كلها بينزلوا هنا، بينزلوا هنا في نص البلد. ألزم هذا القرار الجهات المشاركة في الأوكازيون بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرة المحل التجاري، كما ألزمها بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبايع في التصفية مقترنا ببيان يوضح الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية. لا أنا بستنى كل سنة الأوكازيونات وبجيب منها، صراحة بتبقى نازلة حلو واسعار جميله ليا ولولادي واحفادي، فالاسعار بتبقى جميله جدا، وهنا بالذات يعني الاسعار هنا بتبقى جميله جدا لان في حاجات كتيره جدا، وان انت بتنقي وبتشوفي وبتبصي تلاقي فعلا خصم حقيقي، يعني مش اي كلام. احنا بنستنى اساسا السيزون الصيفي والسيزون الشتوي عشان نقدر نشتري لبس للولاد، صراحه التخفيضات دي بتفرق معانا كتير، يعني لو في السيزون هشتري قطعه واحده في التخفيضات ممكن اشتري قطعه واثنين وثلاثه، يعني بيبقى التخفيضات بتحمسنا شويه ان احنا نقدر نشتري كذا قطعه وكده. يشارك في الاوكازيون هذا العام 1800 محل تجاري لهم الحق في اختيار نسبه التخفيض للسلع الخاصه بهم، وتستمر مراقبه الوزاره للسوق ويستمر معها اقبال المواطنين على المحال من اجل استغلال فرصه كهذه. دور الرقابه اللي تقوم به وزاره التموين يا فندم على المحلات اللي داخل في الاوكازيون وغير اللي داخله برضه في الاوكازيون، بس بالنسبه للوقت الحالي طبعا المفروض كل محل حضرتك بيحط سعرين على كل قطعه عنده، سعر قبل الخصم وسعر بعد الخصم، اللي هو سعر قبل الخصم من شهر والسعر اللي هو بعد الخصم حاليا دلوقتي، عشان يعرف المستهلك حضرتك ان سعر القطعه دي كان كذا ودلوقتي بقى كذا. الحاجه الثانيه حضرتك انه لازم يحتفظ ببونات البيع، دي مهمه جدا حضرتك، لان لما بيجي نشيك عليه بنشيك على بونات البيع برضه. الحاجة الثالثة انه يكون حاطط نسبة معقولة. يساهم هذا القرار في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال شرائهم منتجات وملابس بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مساعدة التجار من أجل إنعاش حركة البيع. دي نقطة مهمة قوي. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والمهندس أيمن حسام الدين طبعا موجود معانا مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أهلا بيك مرة تانية يا باشمهندس. كنت بتقول لي أثناء ما احنا بنتابع التقرير إن موضوع الفاتورة مهم ولازم نوعي الناس بيه، خلينا نقول للناس برضو أهمية إنه يحصل على فاتورة حتى أثناء الأوكازيون كمان، ليه مهم ده؟ طبعا بشكل عام هي الفاتورة هي المستند الوحيد اللي بيثبت إن هو تعامل، فبالتالي النهارده لو عنده المنتج ده فيه مشكلة، مش مطابق لمواصفات، في عيب، مفيش اي حاجه بتثبت التعامل بينه وبين البايع غير الفاتوره دي. فكون ان هو يهمل ان هو يحصل على الفاتوره بتاعته هو اهمل حقه واهدر حقه في القانون وفي كل شيء. طبعا في الاوكازيون هي المستند الوحيد اللي بالنسبه لي الدال من ناحيه المواطن لو حب يشتكي على مثلا، كان في زميل لينا في الاستوديو دلوقتي كان بيكلمني بيقول لي دلوقتي انا ساعات بنزل الاقي حاطين سعر ويقولوا السعر اتخصم بقى كذا ويكون السعر ده اصلا هو السعر، يعني مساله كذا. طب انا الكلام ده كله هرجع له ازاي بدون وجود مستند معاك بيدل على كده؟ فالنهارده الفاتوره يا جماعه هو عقد، اللي انا بيبقى العقد اللي بيني وبين البائع تفريط فيه كاني بفرط في حقي. تمام، فاحنا دايما بنقول للناس لو سمحت احتفظ بالفاتوره، لو سمحت اطلب الفاتوره، ما تضيعش حقك، لان القانون مش هيحميك
بدون المستند الدال على الشراء. فده مهم جدا جدا. الفاتورة 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 الفاتورة. ممتاز. هل جالكم أي شكاوى خلال الخمس أيام منذ بدء الأوكازيون من المواطنين؟ أي شكاوى جات لكم؟ والله لا، لحد دلوقتي الحمد لله الأمور ماشية بشكل مستقر. حتى نسبة المخالفات يعني أنا بالنسبة لي تعتبر نسبة جيدة، يعني جيدة أنها مش عالية قوي، مش مرتفعة قوي. ده في حد ذاته معناها أن الحمد لله الأمور ماشية لله بشكل جيد. اللي عنده شكوى طب يعمل ايه؟ يوصل لكم ازاي؟ طبعا النهارده في رقم الناس لازم تحفظه بغض النظر عن وزاره التموين او غير وزاره التموين، اللي هو 16528. الرقم ده رقم شكاوى الحكومه بشكل عام. النهارده اي شكوى عند المواطن من اي خدمه بتقدمها الحكومه او بتراقب عليها الحكومه بيتصل ده في مجلس الوزراء، من خلاله بيتم تحويل الشكاوى بشكل رسمي لكل جهه سواء وزاره التموين او غيرها، ومن خلالها بتحقق الشكوى. ومش بس بتتحقق، النهارده بيتاكد مجلس الوزراء من ان تم تحقيق الشكوى. فلا الرقم ده لازم نحفظه كلنا واحنا. لكن مفيش رقم خاص لوزاره التموين بقى؟ خلاص، ما هو دلوقتي اتلغى كل الارقام الخاصه وتتحول على كل وبقى رقم واحد لرئاسه مجلس الوزراء. وده كان من تعليمات السيد رئيس الجمهوريه عشان يبقى كل الشكاوى بيتم الرقابه عليها كمان وتاكد انها تم حلها. 16528 16528 هو ده الرقم 16528. طيب عايز اقول للمشاهدين انه لو في ويب سايت كمان شكوى اس اتش شكوى اس اتش اي كي دبليو اي اوكي شكوى اس اتش اي كي دبليو اي دوت كوم صح؟ شكوى وبعدين يدور هي دوت ايه بقى. طب معلش خلي زمايلنا يتاكدوا لنا برضو دوت من دوت جاف دوت تمام اي جي. اتاكدوا لنا بس دوت جاف دوت اي جي. اتاكدوا لنا او ونقول الويب سايت طبعا عشان حد عايز يشتكي. وعايز اقول للمشاهدين انه من خلال صفحه اكسترا نيوز على الفيسبوك تقدروا تكونوا معانا من خلال البث المباشر اللايف يو، وتبعتوا لنا الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها فيما يخص الاوكازيون لو حابين، وفيما يخص طبعا التجاره الداخليه تحديدا. يعني هنتكلم عندكم اسئله عن الاسعار وضبط الاسعار، عن السيطره على الاسواق، عن منافذ وزاره التموين لتوفير السلع. عايزين تتكلموا في اي امر يخص هذه الامور النهارده، دي مواضيعنا. طبعا ابعتوا لنا والصفحه موجوده اهي مع حضراتكم على الشاشه، وهنطرح الاسئله واحده واحده طبعا اثناء الحوار. طيب انا عايزه انتقل للاسعار وضبط الاسعار والسيطرة الحقيقة على الأسواق. أنا عايز أعرف خطتكم إيه في الوزارة يا باشمهندس أيمن في هذا المجال؟ رقم واحد بالنسبة لنا هو إتاحة المنتج. إتاحة المنتج ووفرته هي دي أولوية الوزارة في المقام الأول. إتاحة المنتج وتدعيم المنافسة بين التجار ده بيخفض الأسعار بشكل مباشر. طول ما السلع متوفرة وزايدة عن الاحتياج السوق، العرض زاد، نظرية طبيعية جدا، طول ما زاد العرض كل ما السعر بينخفض. فطبعا احنا الهام الرئيسي بالنسبة لنا هو توفير السلع، الهام الرئيسي انها تبقى متوفرة، الهام الرئيسي انها كذا. ده من حيث الاستراتيجية الرئيسية. الاستراتيجية الرئيسية دي بتفرع منها بقى يعني آليات كتير، منها على سبيل المثال آليات طويلة المدى زي ما حضرتك بتسمعي دلوقتي عن مشروع المناطق اللوجستية اللي بيتعمل على مستوى جميع محافظات مصر. المناطق اللوجستيه دي موضوع يعني مش عايزين نبسطه للمشاهد، يعني ان النهارده يبقى في عندي مركز رئيسي لكل المنتجات بتتنقل منه ليه. يعني لما اقول لحضرتك مثلا اهلنا في الصعيد، كنت في مره في اسيوط اتفاجئت بان في رمان كده مشهور جدا في اسيوط، بسالهم جايبينه منين؟ قالوا من سوق العبور، وهو بينتج في اسيوط. فبينزل من سوق من اسيوط يروح سوق العبور ويرجع هم يجيبوه تاني. فانت حضرتك متخيله بقى التكلفه بقت عامله ازاي؟ طبعا رغم ان هو موطنه هو كذا. فبالتالي المنطقه اللوجستيه دي زي سوق العبور. فبقى عايز يبقى عندي منطقه لوجستيه في كل محافظه بتخدم المحافظه دي وبتخدم التبادل التجاري بينها وبين المحافظات. فدي مشروع متوسط المدى هنشوف نتائجه في خلال يعني هو بدأ ثماره تظهر دلوقتي في كذا منطقه تقريبا. تمام. تجاوزنا فيها اكتر من 70%. هي ده واحده من اليات ضبط الاسعار، دي اليه اللي هي كمان هتحدث شكل من اشكال الاستقرار على المدى الطويل. كويس. في بقى الاليات الرقابه. اليات الرقابه دي مهمه جدا، ان النهارده الوزاره بتراقب على التجار، بتصدر قوانين وتشريعات وقرارات وزاريه. ويمكن في قرار مشهور قوي الناس عرفته بالقرار اعلان الاسعار اللي هو احنا بنسميه قرار 330.
الحقيقه القرار ده يعني هو في حد ذاته كده قانون تجاره كامل في صوره قرار وزاري يعني كان ظهر. اشرح لنا القرار ده، هل القرار ده بيلزم مثلا البائع والمنتج ان هو يضع السعر على المنتج ولا القرار دي اخر حته في القرار اللي هي اللي هتبقى ظاهره بالنسبه للمستهلك اللي هو اللي هتوصل لنا وهحس بيه؟ بس خلي بالك برضو احنا بنتكلم في اطار السلع الغذائيه المعبأه. كويس. القرار ما شملش كل السلع، القرار الغذائية شمل فقط المعبأة، الغذاء المعبأ. في قانون حماية المستهلك الجديد هيشمل كل المنتجات، وده بالفعل أقر من مجلس النواب وتصدى عليه من السيد رئيس الجمهورية، وخلاص دلوقتي بتعملوا اللائحة التنفيذية بتاعته. لكن نرجع ل 330 اللي هو بيخص السلع الغذائية المعبأة. المعبأة عشان الناس ما تتصورش الخضار والفاكهة. كويس. النهاردة آخر حاجة فيه إن أنا لازم أشوف في نقطة البيع النهائي اللي هي في المحل البقالة أو السوبر ماركت أو الهايبر ماركت أو أيا كان، لازم أشوف سعر المنتج. سواء النهاردة كان السعر ده لو أنا بدخل محل في متناول إيدي المنتج زي الأرفف أو الكلام ده يبقى على الأقل موجود على الرف. طب لو مش في متناول إيدي زي البقال الصغير اللي بيناولني كده من ورا بنك ولا حاجة، يبقى مكتوب على العبوة أو بستيكر عليه. أنا بتحلو فرصة أكتر من طريقة، ثلاث طرق يعلن بيها السعر، لكن لابد من وجود السعر. طبعا ده ظاهر القرار وده آخر حاجة المستهلك بيشوفها، لكن أهم حاجة في القرار تهمنا كلنا إن النهاردة السعر كان في السوق المواد الغذائية كل تاجر تجزئة بيحطه زي ما هو عايز. يعني لو فرضنا مثلا علبة لبن، فالنهاردة واحد بيبيعها ب 14، واحد بيبيعها ب 14 وربع، واحد بيبيعها ب 13.5، واحد بيبيعها 15. ما كناش عارفين سعر للعلبة دي، وكان كل واحد بيحمل الربح زي ما هو عايز، وكنا بنشوف يعني الحقيقه مهازل في قرار 330 الزم منتج السلعه ان هو يحدد سعر بيعها في السوق. منتج بتاع السلعه هو اللي بيحدد سعرها للمستهلك. يعني لو فرضنا علبه لبن نوع ما، فبيجي كتف الفاتوره بتاعتها ان سعر بيع الجمله مثلا 13 جنيه، سعر بيع المستهلك 13.5، تخرج من المصنع بالسعر ده عليها متحدد. لا مش مكتوب عليها في الفاتوره، لكن متحدد في الفاتوره. تاجر التجزئه ولا تاجر الجمله ما حدش يقدر يرفع السعر عن 13.5، ما يقدرش يغير السعر اللي خرجت بيه من المصنع، ما يبقاش فوقيه لكن تحتيه لو عايز. لكن فوقيه لا، فوقيه لا. فاصبح النهارده المسؤوليه عن ارتفاع اسعار المواد الغذائيه ما بقتش تايهه ما بين 500,000 نقطه بيع. احنا عندنا في مصر 500,000 نقطه بيع اللي هي بيع التجزئه. لا، اصبحت محدده في منتج السلعة، لان احنا فعلا دلوقتي عندنا نفس السلعه بتبقى موجوده في اماكن مختلفه باسعار مختلفه، والمواطن مش عارف المشكله فين وما زال، والسبب ايه. ما زال انا بقول عندنا دلوقتي بس بحد يعني السعر اللي انت بتشوفيه اعلى سعر هو اعلى سعر اتحدد من منتج السلعه. والباقي بينافس لاسفل، بينافس لتحت. يعني لو قلنا الراجل حدد سعر علبه اللبن 14، فمش هتشوفي اكتر من 14، لكن ممكن تشوفي ناس بتتنافس على اقل. فالنهارده احنا اصبحنا شايفين المنتج بيطلع سعره ايه جملة، شايفين بيوصل لنص جملة ازاي، شايفينه بيوصل للمستهلك ازاي. والحقيقة برضو الناس هتقول طيب القرار ده يعني اثر في ايه، شفنا ايه. خلينا اقول ببساطة شديدة، محدش شعر في مجال المنتجات الغذائية ساعة تحريك سعر الوقود ارتفاع رهيب زي اللي كان بيحصل قبل كده، اللي هو في شهر 7 اللي فات. ده كان بفضل الحقيقة قرار 330، لان احنا ببساطة شديدة قعدنا مع كل المنتجين. نسبة التجار الملتزمين بهذا القرار، خلينا نقول عندي مصنع وعندي تاجر جملة وعندي تاجر تجزئة. كويس. نسبة المصنعين في القطاع الرسمي هو 100%، بس خلينا نقول 95%. بس هو 100%. مفيش النهاردة منتج في القطاع الرسمي بيطلع منتج بدون فاتورة معلهاش سعر بيع المستهلك. مفيش مخالفة جات لي. ما بين تجار الجملة 100%، خلينا نقول برضو 95%. معقولة؟ نعم. 100% تجار الجملة من القطاع الرسمي. وكان الهدف في القرار ده هو تنظيم القطاع الرسمي. كويس. القطاع الغير رسمي ده قصة تانية خالص لازم نتكلم فيها، وهنتكلم فيها القطاع غير الرسمي. طب نتعامل معاه ازاي؟ نيجي بقى للتجزئة اللي هو اللي أنا بشوفه في الشارع، اللي هو السوبر ماركت أو البقال أو كذا. السودة بتقسم نصين، أو هو مش نسبة النصين، بتقسم جزئين. جزء يمثل حوالي 30%، وهو اقل من 30% شويه، بنسميه التجاره الحديثه زي اللي احنا بنشوفها في السلاسل التجاريه المشهوره. نسبه الالتزام في السلاسل التجاريه 100%. نيجي للجزء بقى اللي هو الغير منظم،
اللي هي التجارة الغير حديثة اللي هي البقال والصغير اللي عندنا في الشارع الضيق أو في الحارة أو في النجع أو في الكذا، نسبة الالتزام لا ما تتجاوزش 50%، ودي نسبة غير راضيين عنها. لكن لما نيجي نقول إن كانت استراتيجية الوزارة في 2018 السيطرة على المنتج وتاجر الجملة، فإحنا الحمد لله نجحنا بنسبة تتجاوز 95%. والسنة دي هي سنة تجار التجزئة، السنة دي والسنة الجاية تجار التجزئة، إن إحنا نشتغل على المستهلك النهائي. طيب مين اللي هيساعدني في المستهلك النهائي؟ الفاتورة. الفاتورة اللي اتكلمنا عنها من شوية. لو سمحت أيا كان شكلها، ورقة كده عليها اسم المحل ولا عليها بون مكتوب عليها علبة لبن وعلبة جبنة وكذا، ويديلك عليها ورقة. لأن أنا مهما كانت طاقتي لازم نبقى عارفين حجم السوق 500,000 نقطة بيع. حجم أنا طاقتي في التفتيش كام؟ 5600 واحد على مستوى الجمهورية. مش ممكن هعمل 500,000 مفتش مهما كان طبعا. فانا مين اللي بيساعدني النهارده؟ المستهلك. المستهلك بيساعد الدوله في ضبط المنظومه بانه هو بس يحافظ على حقه انه يمسك الفاتوره في ايده. مجرد ان هو مسك الفاتوره عايز اقول لك عدى نص المشكله. طب انا عايزه برضو الناس اللي بتتكلم كتير عن انه يعني الوسيله الامثل لضبط الاسواق والاسعار وكده هو التسعيره الجبريه. انا عارفه طبعا احنا في سوق حر وكل هذا الكلام، ولكن خلينا نشرح للناس ليه يعني او ليه مش هينفع تسعيره جبريه. هسهلها لك للناس اللي هيفهموني اكتر، الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا شويه. لما كان في حاجه اسمها تسعيره جبريه كنت بتلاقي نوع رز، نوع جبنه، نوع شوكولاته، نوع منتج واحد وخلاص، شركه واحده وخلاص، بالكتير اتنين. احنا كجيل كنا عندنا نوع لبان، يعني لما كنا ننزل نشتري حاجه حلوه نشتري نوع لبان. النهارده في نوع لبان مش عايز اقول اسمه على لا لا مش موجود خلاص. تمام، ما كانش فيه، وكان منتج رديء الجوده. خلينا برضو نفتكر الفتره اللي هي ما قبل السوق الحر، كان منتج لازم يكون رديء. كنا بنقف قدام الجمعيه عشان ناخد فرخه او كرتونه بيض. النهارده حضرتك عندك كل انواع الفراخ بكل الاسعار اللي انت عايزاها، بكل انواع البيض بكل الاسعار اللي انت عايزها. السوق الحر، السوق الحر بيعتمد على اتاحه المنتج عن طريق منافسه. والمنافسه دايما في صالح المستهلك. التسعيره الجبريه معناها ان انا بقول في محتكر، في واحد بس هيورد السلعه دي، هو بس لاعب او اتنين. احنا عايزين سلعه او سلعتين باقل جوده بسعر احنا ما نقدرش نتحكم فيه. يعني لو فرضنا النهارده بنقول كيلو رز اللي هي الشغل الشاغل للناس، النهارده كيلو رز وصل، يمكن انا بتكلم عن الرز السايب او حتى المعبأ، هنقول وصل ل 15 جنيه. تعالي بقى نسعره، كل الناس دي هتطلع من السوق وهيجي لي واحد جايب كسر رز وهيبتدي ب 14 ثم 15 ثم 16 ثم 20، وبعدين هقدر احاسبه على ايه؟ ما فيش غيره. يبقى اذا النهارده التسعيره الجبريه دي كانت بتؤدي لاحتكارات غير طبيعيه لجوده منخفضه لعدم توفر للسلع. الكلام ده خلاص عفى عليه العالم كله، مفيش حاجه اسمها تسعيره جبريه. العالم كله الدوله بتضمن اليات المنافسه. الدوله بقى، وهنا عشان الناس بتتصور فكره ان مفيش تسعيره جبريه ان الدوله تخلت عن دورها، لا، الدوله ليها دور، دور تشريعي، دور منظم. منظم، دور رقابي، واحيانا بيبقى فيه تدخل مباشر. يعني احنا في ازمه السكر امتى بتتدخلوا مباشره؟ لما بتكون بتمس بقى الامن القومي. يعني لما حصل ازمه السكر لا سعرنا يعني، ودي هنا لانها مساله امن قومي. كان كيلو السكر ساعتها يجوز بقى التسعير الجبري وفقا للقانون من حقي. بس اعمله في سلعه لمده محدده وتراجع. اظبط السوق زي ما حصل، السوق وتخرج زي ما حصل، وخرجنا على طول. وخرجنا بسرعه شديده جدا، والنهارده الحمد لله كيلو السكر صحيح. حد كان يتصور حتى في ازمه احنا كان السكر بتجيبه زي المخدرات يعني كان ب 18 جنيه وب 20 جنيه كيلو، وما يديلكش غير عدد معين، وما ينفعش تاخد اكتر من عدد اكياس معينه. النهارده في السوبر ماركت كيلو السكر ب 6 جنيه ونص مش كده، وب 7 جنيه صحيح. فالنهارده حتى لما بتدخل بتدخل بحدود جدا وبحذر شديد جدا عشان لا افسد المنافسه في السوق. انا تدخلت حميت السوق من حاله استغلال او احتكار، خرجت من السوق سبت منافسه تاني، رجع السوق السكر في السوق ارخص من عندنا من التموين. يعني السوق الموجود العام ارخص من التموين نفسه. طب هل ممكن نقول انه الاسعار انخفضت بعد بدء تطبيق القرار 330؟ يعني شفنا ده على تاثيره ايه على الاسعار؟ ثبات.
اكتر من انخفاض. مش انخفاض. حصل لا طبعا حصل انخفاض. بس الانخفاض مش الملحوظ، لان الحقيقه نسبه التضخم مرتفعه شويه. يعني نسبه التضخم لما تكون وصلت 16% برضه مش هتحسي بانخفاض حقيقي في الاسعار، لكن في اسعار سلع كتير جدا شفناها انخفضت. النهارده اللحمه منخفضه قد ايه؟ انخفضت اللحمه، ممكن نقول اسعار اللحمه من اسبوع اللحمه انخفضت. تمام. في سلع كتير، السكر انخفض، الرز بعد البيك الصعود الجامد فيه انخفض. احنا هنا بنتدخل بقى كدولة. بنتدخل ازاي؟ ان انا بزود الوفرة. ازود الوفرة ازاي؟ ان ممكن ابتدي اورد للشركات بتاعتي او المنافذ بتاعتي اللي حضرتك سألتي منافذ بتاعتنا قد ايه. تمام. فببتدي من خلال ده بقدر اعمل نوع من التوازن في السوق، نوع من التوازن باني يبقى في وفرة موجودة من خلال منافذي، زي ما حضرتك بتشوفي من خلال مثلا جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه عندهم عدد غير احنا طبيعي. عندنا عدد منافذ قد ايه؟ منافذ وزاره التموين والمتنقله كمان يعني 34800 منفذ، 35000 منفذ، هم 34800 ثابت وحوالي متحرك حوالي 50 سياره بحوالي 1500 رحله في الشهر. بالاضافه لداخل الخدمه ان شاء الله كمان 1000 سياره في الشهور القادمه يعني. طب يعني حضرتك قبل كده قلت ان الوزاره عندها خريطه استثماريه في قطاع التجاره الداخليه، كلمنا عن اهميه الخريطه دي. ما هي الخريطه الاستثماريه اللي انا كنت بدات اتكلم عنها اللي هي مناطق لوجستيه. هي دي المناطق اللوجستيه، هي دي الخريطه الاستثماريه الجديده، لان هي مفهوم الخريطه الاستثماريه لان النهارده هو المستهدف منها ان احنا يعني نزود يعني الشير او نصيب التجاره الداخليه في الناتج القومي من 17 او من 17 لحوالي 19%، فده مفهوم استثماري. زائد انها بتتيح فرص استثماريه للمستثمرين، لان كل المشاريع اللوجستيه دي بتتنفذ بالشراكه مع القطاع الخاص. طب اذا كنت بتكلمنا يا باشمهندس ايمن عن القطاع الرسمي وازاي بيتم ضبط الاسواق فيه والسيطره على اي نوع من الانفلات، طب فيما يخص القطاع غير الرسمي التعامل معاه بيكون ازاي؟ طبعا كدوله واليات رقابه القطاع الغير رسمي يعني بيواجه مشاكل متعدده في ان هو بيشتغل كل حاجه غلط، يعني هو يعني لما بيروح للرقيب الحقيقه مبدئيا هو بدون اوراق بدون مستندات بدون كذا مجهول، فالحقيقه بيتعرض لطائله من المخالفات القانونيه. اما الحقيقه النهارده الاهم في مواجهه القطاع غير الرسمي، وده الحقيقه من وجهه نظرنا كوزاره التموين او وزاره التموين والتجاره الداخليه، هو ان احنا نحاول نخلق حوافز للقطاع الغير رسمي عشان يكون القطاع نفسه الرسمي جاذب ليه للدخول المنظومه الرسميه اكتر من الحقيقه العقاب وحده، ما مش هو اللي بيخلي، والا كنا شفنا القطاع الرسمي زاد. فالنهارده فكره ان اللي بنبحث فيه دلوقتي هو ازاي نعمل جذب للقطاع الغير رسمي لدخول المنظومه القطاع الرسمي، ودي من خلال بقى الحقيقه مجموعه من مش وزاره التموين بس، الحقيقه مجموعه من الوزارات بتشترك في اداره الخطه دي. تمام. هل اخر حاجه هسالها لحضرتك باشمهندس ايمن، هل يسهل يعني او بتلاقوا سهوله في السيطره على الاسعار وضبط الاسواق في ظل عدم استقرار سعر الصرف او الدولار لما بيحصل تغيير؟ هو ده تحدي كبير الحقيقه، يعني هو ده تحدي كبير مش بس سعر الصرف، يعني الحقيقه بتقابلنا احيانا ظروف استثنائيه بتبقى زي مثلا ازمه الفول اللي احنا فيها دلوقتي. ازمه الفول دي النهارده ناتجه عن ان حصل جفاف على سبيل المثال في استراليا وفي اوروبا. حصل موسم جفاف قلل الانتاج بنسبه يمكن تزيد عن 40%. طبعا ده تسبب في انه زاد سعر الفول وانا بشتريه كمان بالعمله الصعبه. فبالتالي النهارده الحقيقه مش بس عنصر سعر العمله هو اللي بيتدخل في المشكله دي، لا احيانا بتبقى ازمات خارجه عن حدودنا زي ازمه الفول حاليا. تمام. اخر حاجه بقى هسالها لحضرتك من الاسئله اغلبها مش قلتي على فكره اخر حاجه، معلش اخر حاجه في اسئلتي لكن مش في اسئله الناس. طيب بص يا باشمهندس دلوقتي هو اغلب الاسئله مش جايه في موضوعنا، لكن يمكن هنا محمد بيقول فين الفروع والاماكن المتوفر بها التخفيضات الشتويه والتوكيلات الموجوده على مستوى الجمهوريه
حضرتك قلت ان هو في جميع الأسواق. كل الاسواق وفي كل المحافظات. كل الأسواق. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجاره الداخليه، شرفتنا ونورتنا. اشكرك ودايما نبقى سعداء بحضرتك. الله يخليك، المهم اكون يعني قدرت اضيف حاجه للمشاهدين ان شاء الله. اكيد طبعا، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ونروح لفاصل وبعده نتكلم عن موضوع طلبتونا بيه اكتر من مره، وهو اسعار السيارات بعد تطبيق قرار زيرو جمارك على السيارات الاوروبيه. استنوا.